يا اخونا اللي ماشي هون، يا حباب، يا افندي، يا زلمه، يا حمار، تعال على الشغله. حمار وصاحب، حمار وصاحبه عم ينادوا على البطيخ، انتبه تاشتري. عالسكين يا بطيخ، القشر مرمر والقلب احمر والبدر مدور يا بطيخ. وين حمار؟ مين؟ وين بياع البطيخ؟ مين عم نادي؟ هون لاخوك ابو صخر. اهلين ابو صخر. اهلين وسهلين. الله يعزك. شلونك خالي؟ الحمد لله تمام. تمام. عال شو معك؟ والله بطيخ. بطيخ؟ هي. شلون بطيخاتك اليوم؟ مثل العاده، ما في منهم بكل هالسوق. شو هالحكي؟ الله الوكيل. شلون ما في منهم بكل هالسوق؟ رح تقعد تعمل معي قلقلة. شو انت منين جايبه؟ فرش هالشوفه، شوف هالحبه. ليش انا بستوردهم راسا من المانيا؟ المانيا البطيخ. شو هالحكي؟ والله شوف مكتوب ميد ان جرماني، بطيخ ترانزستور، هذا اخر موديل. وين الكلام؟ وينه؟ ممحي من شو اسمه، من شو اسمه، من الهد. ايه عال خالي، هات لنشوف قديش كيلو. يا سيدنا الكيلو اخر كلمه. ايه بريفيكس يعني. ايه بدك تقول بعشرة فرنقات على السكين وبتسعة فرنقات بدون سكين. شو هالحكي؟ ايه والله عشرة فرنقات على السكين. ايه لا خالي، معلوم كتير اخي. الجمارك غلياني على البطيخ. لا خالي، انا ما بتوفي معي نص نيرة اخر سعر على السكين. ما بحسن والله، غير بعشرة فرنقات ما بحسن بيع. رعينا خالي، بعشرة فرنقات اخر سعر الكيلو، يا بتاخد يا بتمشي. يرضى عليك رعينا. قديش؟ بنص ليرة. ما بتوفي بنص ليرة اخي. لا. انا عم بربح بالكيلو فرنك، عم بشتري الكيلو ب 11 فرنك، عم بيعه ب 10 فرنكات، عم بربح هلا فرنك، ما في غيره. الله لا يسامحني اذا عم بربح فرنك زياده. الله يعطيك العافيه، والله عم تربح تمام شايفك. ايه ايه خلي 10 فرنكات امرت. لا بنص ليرة ما بتوفي بنص. طيب اخي معلش، هات لنشوف زين لنا شي بطيختين ولا بلا زين، هات اعطينا اياه هنيك مشايلي. عالسكين لما بدون سكين؟ لا عالسكين. اسمع، سبحان الذي خلاها. اي والله. يلا على نشوف. سمي بالله. يلا بسم الله. شوف الشوفي. شو لك؟ بلاقي بيضة لك، طلعت قرعة. اروح يبليك مثله بالقرعة. تبليك بالقرعة، شو بدي اعمل لك فيها يعني؟ شو بدك تعملي فيها؟ انا شارطتك على السكين بنص نيره، يعني بدي اياها حمرا مثل الدم. اخي هذا البطيخ صندوق مسكر، ما بيعلم بجواته غير اللي خلقه. بل ولا ما شاء الله. يعني عم انت مو عاجبتك البطيخه؟ لا انا شوف حالك على خلقه الله، انت كافر زنديق. يك. بدك تاخذها هي، كسرناها ما برجعها. شو هالحكي؟ اسمع فتح عيونك منيح، انا شارطتك على السكين بدي اياها حمراء، احمرت عيني منك والله. اخي مو شارطتني على السكين؟ ايه هي ذبحت لك اياها على السكين، بس ما شارطتني تطلع حمراء، شارطتني على السكين وذبحتها. بل بدك تاخذها غصب عنك، انت عم تضحك تلعب. ليكو بطيخ كله ماذا مذبوح، ما حدا عم يشتريه. ليش اخي؟ ما انا شف لك وشها الثاني، بركي تطلع حمراء ثاني. وش لك حاجه قرق وصرع على الوش الثاني؟ لك شو البطيخ له وشين كمان؟ اخي بني ادم بوشين، البطيخ ما حيطلع وشين. شو هالحكي؟ والله يقطع عمرك وشين بلسانين. شو امرت هلا؟ شو امرت؟ اعطيني وحده غيرها، اغسل لي وحده غيرها عشان ما الزق بخلقتك هلا. استغفر الله على النهار. يلا لشوف عوام، حروق للجنب الثاني. الله بجاه النبي يغنينا عن هالصنعه وعن هالرزق. ليش اخي ليش عم تشكي لك غوار؟ ما بدي افهم. عاد شو رنتها تمام؟ شو هالشغلة وشو هالرزقة وشو هالحياة؟ ليش خالي ليش؟ الظاهر ما عم تبيع منيح. شلون ما عم ابيع؟ والله عم ابيع يا استاذ الكريم، بنهار عم ابيع لي حملين ثلاث حمال. ايه بس ما عم تربح. ما عم تربح معي الشغلة. ليش؟ اخي عم بشتري الحمل ب 100 ليرة. ايه عم ارجع على البيت المساء، عم اعد الغلة عم لاقيها 80 جامعة، اوقات 90، يعني كل يوم خسارة 10 20 ليرة. وين عم تروح هالخسارة؟ ما عم بفهم. ما عم تعرف يا أخي، أنا عم بربح بالكيلو فرنك، عم بشتري ب 11 بيوع ب 10. لازم تزيد الغلة. الله يعطيك العافية، شو ذكي. وين مين عم يسرق؟ ما بعرف. والحمار هذا مو إنه إيده طويلة بيسرق. إيه؟ أنا أمين منه يعني. إيوة. شايف شو ربيانين سوا أنا وياه، عرفان حالي شو مربي. على طول إن شاء الله. ما بمد إيده على الغلة هذا بنوب. مين عم تروح؟ ما عم بفهم. أخي أنا بالله هدول بيظهر الزباين عم يلطشوك. والله يمكن اخي، انا لا بعرف بقرا ولا بكتب. شو
شو هالحكي؟ ولا بحسوب، انا بيجي زبون بيقول لي هات بطيخه، بنقول له اخي حسوب لحالك وادفع لنا. لك عمي ليش ما تتعلم القرايه والكتيبه؟ في ناس اوقات كمان بياخذوا البطيخه وبيمشوا ما بيدفعوا لي وانا بستحي طالبون. ما بدها خجل الشغله، بعدين تعال لنا. شو ايه؟ لك ليش ما بتعلم القرايه والكتيبه؟ شو قرايه وشو كتيبه؟ بعد الكبره جبه حمراء لك ابصخر. شو هالحكيات؟ والله. ايه لا، تقلتها. ايه سيدي، نعم. هات لنا شو. إذا قلنا أنا مثل ما قلت لك احسبها لحالك، هي علب 7 كيلو. 7 كيلو علب نص نيرة. علب 10 فرنجات، لا تخليني أرجعها. نص نيرة عم أفهمك. بعشرة فرنجات. رح أناولك ها؟ الكيلو بعشرة. رح أكيفك بنص نيرة عم قلك. أخي كيفني وما ببيع لها بعشرة. ليك على القصة. أمرت؟ لك يا أجدب. احسب لحالك وأعطيني. إيه سيدي. إيه؟ علب نص نيرة. بعشرة. لك يا أجدب نص نيرة ولا 10 فرنجات؟ كله واحد. هلا نص ليرة قد 10 فرنجات. نعيمة. طيب إذا كان قد بعضهم أنت شو بتفرق معك؟ حسيب على أساس 10 فرنجات وتدفع لي. وهو كذلك. يلا أخي. نعم. هدول كم كيلو قلت لي هاي؟ هاي 7. 7 مأيد عليها. 7 يا مرحوم البي، كم شركشك كم شركشي. 7 بيطلعوا هدول على أساس نص نيرة 10 فرنجات. 10 فرنجات يعني بيطلعوا 3 نيرات ونص. 3 ونص. ولي معك 3 وتنتين ونص من الأول. هاي صاروا 5 ونص. 6. 3 ونص وتنتين ونص. تخيلني. 5 ونص. 5 ونص. ها شفت شلون؟ طيب ها ايه؟ اسمح لنا فيهم. انا اعطيك 5 ونص. ايوه. ايه طيب تعال احذرك عن الحزيرة. يدي على راسك. ايه. هلا اذا انا اعطيتك 10 ليرات. ايه. قديش بزيد لي معك؟ 10 ليرات. ايه. بدي منك 5 ونص، اذا اعطيتني 10، اذا قلنا 7 10، 11 42 13 8 84. لك شو عم تظل عيط؟ 84 1100. هذا تليفون مشغول. مش واحد والله ما بعرف اخي قديش بيطلعوا. لك خالي بصفالي عندك 4 ليرات ونص، اسمح لي فيه نشوف. تفضل. هاي 4 ليرات ونص، معناتها طلعنا خلاص. هلا هلا طلعنا تمام. لا بدي منك لا بدك مني ابدا. اذا بتريد محيلي اسمك من هون من الدفتر، اكتب واصيل. وين اسمك؟ هذا الاسم اللي له هذا الاسم فخر. الاسم اللي له شوارب. شوارب؟ ايه. هاي مو شوارب، هاي مصليجي. اي تمام افتخر. ايه خالي. هلا قلت لي اذا كان الواحد دخل على المدرسه ايه بيقدر يتعلم ويصير ذكي وفلهوي. لك لك يا ابني، وينك يا غوار؟ نعم. العلم نور. ايوه. وكل ما له العلم عم يمشي تمام لقدام. وحياة عينك. ايوه. هلا شوف، اذا بتجيب الحمار ايوه بتحطه بالمدرسه بيطلع زلمه واستاذ. شوف انا اكبر مثال. فهمت علي؟ باين. ايوه. هلا انت بتعرف تقرا وبتكتب ابصخر؟ لا. هلا لو ما بعرف بقرا وبكتب بيحطوني هون اذن على التلاميذ والتلموذات. والله مزبوط. ها هلا الحمار اذا تعلم بصير سلمي. ايه لك شو هالحكي؟ لا هلا شايف شلون انت شايفني؟ ابصابر يا ابصابر رد علي. شو رأيك حطك مدرسة تتعلم وتصير زلمة أحسن ما تطلع مثل حكايتي لا علم ولا شيء؟ آه صبير، خلي يطلع بالعيلة عنا واحد مثقف على الأقل. آه أخي أبصخر. إيه خبير. بتحط لي الحمار تبعي بمدرستكم؟ إيه والله عنا الشرف. طيب أنا بدي حطه علمه، هو ذكي أوام بالقوط. حاكم عم بتعذب فيه كتير صاير بالشغل. إيه ليش؟ اخي صاير هالشرطه والبوليس عم يمنعونا نمرق من الشوارع، ما عم يخلوا غير الحمير الافرنجي تمرق. وشو هي الحمير الافرنجي؟ يعني السيارات. فهمت شلون؟ حطيت له ستوبات من قفل الحمار. قلت لحالي بركي تخيله بخيله. ام نكشو. والله نكشو. ايه والله اخي. إيه؟ هذا اذا بدك تعلمه عنا قديش بكلفني؟ وقف لنبحث ونشوف. لا البركه شب. ايه هذا بكلفك 100 ليرة بالسنة. 100 ليرة. ايه. شو طبيعي؟ 100 ليرة اخي. هاي 100 ليرة سلاف وقصة الشهر السنة كلها. اه تفضل. ها شوفها منيح قد ما هي. والله سعود عليك. طيب قديش بده يقعد بالعلم؟ يا سيدي هذا بتحمل له 5 سنين. بقدر اجي كل مدة ومدة اشوفه شق عليه؟ اه هي ما بتقدر. بتحطه هلا بترجع بعد 5 سنين مثل اليوم بتاخده استاذ تمام. شو هالحكي؟ ايه ركان. يعني باخده متعلم بني ادم؟ بني ادم مثل العادي.
بس الله يخلي لي اياك يا ابو صخر. شو بدي تدرني بالك عليه؟ ما تخلي لي الاستاذ يضربه، انا مو معوده على الضرب. شو ما بدي يتعقد نفسيته يعني. ايه ابو صابر فهم علي كلمتين على الرايق، ها لا تتحمر، بدير بالك على دروسك، هريبه من المدرسه تزوغ عيونك على البنات مثل بني ادم ما في. انا المصاري مالي ملاقيهم بالارض، شايف بعينك انه من قد عرقنا عم نجيب المصاري. رح اروحه ونحطه شبك اذا على بسيطه. بصابي لا تزعل، بكره بتخلص بنرجع نعيش مع بعضنا. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.